السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، النهاردة معيدنا إن شاء الله تعالى مع حل كتاب الباهر، ملحق كتاب الباهر 2024، بداية من بيج 7 صفحة 7. نبدأ بسم الله. choose the correct word، اختار الكلمة الصحيحة. احنا قلنا واتفقنا to talk about things we do or don't do well. we use يعني لما نتكلم عن الأشياء اللي احنا بنقوم بها بشكل كويس أو لا نقوم بها بشكل كويس، نستخدم good at بمعنى جيد فيه، وبيجي بعد منها اسم أو فعل، طبعا ايه، أو فعل مضاف له ing، great at بمعنى رائع فيه، بيجي بعد منها برضو اسم اللي هو noun، وبيجي بعد منها الفعل مضاف له ing، وباد بات باد ات بمعنى سيء فيه، برضو بيجي بعد منها الفعل مضاف له ing أو noun، أو great at بمعنى طبعا عظيم فيه أو جيد فيه، برضو بيجي بعد منها طبعا اسم أو فعل مضاف له ing. نشوف طبعا number one I am good at، احنا قلنا بيجي بعد منها طبعا ايه فعل مضاف له ing، يبقى هنا أنا جيد في لعب playing football، في لعب كرة القدم. so number two my brother is very good at، احنا قلنا good at و great at و bad at، كل دول بيجي بعد منهم الفعل مضاف له ing أو ايه أو noun. عندي هنا writing poems، في كتابة الايه القصائد الشعرية. السؤال نمبر 3 سما's bad at، سما سيئة في الايه speaking French، في تحدث الفرنسية، يبقى هنا speaking. نمبر 4 they're great at، احنا قلنا great at و bad at وعندي good at، كل دول بيجي بعد منهم فعل مضاف له ing يبقى helping، يعني هم بيكونوا عظيمين او رائعين في مساعدة ايه their mom، في امهم، in the kitchen، في المطبخ. السؤال نمبر 5 I am great at، بتاخد at زائد الفعل مضاف له ing يبقى هنا at، تاخد حرف الجر at. I am very bad at، أنا سيء في طبعا sailing البحار. بعد كده number عندي number 7 I am very good at، أنا جيد في drawing، أنا جيد في الرسم. number 8 he is very bad at، هو سيء في الايه طبعا making cakes، في صناعة أو إعداد الكيك. number 9 he is good، يعني طبعا هو بيكون جيد at، good at، great at، bad at، يبقى بناخد حرف الجر at، making شاورما، في عدد في اعداد او صناعه الشاورما. so number 10 I am great at، انا عظيم او رائع او جيد في طبعا ايه Arabic، في طبعا reading قراءه اللغه العربيه للعربي. so number 11 I am bad at، انا سيء في طبعا ايه dinner، في اعداد العشاء اللي هو making طبعا dinner. so number 12 I am good at، بيجي بعدنا طبعا فيلم ضاف له ing يبقى هنا playing the piano، في عزف البيانو، انا جيد او رائع في العزف على البيانو. السؤال نمبر 13 I am bad at، انا سيء في الايه singing، في singing، في الغناء، يبقى هنا singing. نمبر 14 monkeys are good at، القرود جيده في الايه في الاشجار، يبقى climbing، climbing، في تسلق الاشجار. نمبر 15 cats are good at، القطط جيده في الايه jumping، في القفز. نمبر 16 camels are good at، الجمال طبعا الجمال جيده في الايه في عبر الصحراء across the desert، يبقى هنا جيده في الwalking، في السير او المشي عبر الصحراء. يبقى تاني الحتة دي عندي monkeys are good at climbing trees، في تسلق الأشجار. cats are good at في jumping، في الايه في القفز. الجمال number 16 الجمال are good at، جيدة في الايه the cross the desert، عبر الصحراء، يبقى جيدة في الwalking، في السير او المشي او السير عبر الصحراء number 17 mathing is bad at، طبعا bad at زي الفيلم ده طلعني doing jigsaws، في تجميع طبعا او لصق الصور الايه المقطعه. نمبر 18 ريم از جريت ات، جيده او رائعه في كوكينج، الطهي او الطبخ. بعد كده عندي السؤال نمبر طبعا احنا قلنا نمبر 17 مادن از باد، سيء في طبعا تجميع الصور المقطعه اللي هي دوينج جيكسوز، اللي هي لصق او تجميع الصور المقطعة. نمبر 18 ريم إذ جريت آت، الفعل مضاف له ING هنا كوكينج، في الطهي أو الطبخ. نمبر 19 داد إز باد، طبعا بتاخد حرف الجر آت، احنا قلنا جود بتاخد آت، جريت آت، باد آت، يبقى هنا داد والدي إز باد، يبقى آت سيء في سويمنج السباحة. بعد كده عندي بيج 8 صفحة 8، بيقول لي نمبر 20 سلمى is good at doing، في عمل او في القيام بالرياضات او ممارسة الرياضيات، يبقى دو معناها يفعل او يقوم في او يؤدي طبعا الرياضيات، او جيد في الرياضة او في القيام بالرياضيات. سلمى is good at doing math.
نمبر 21 رانا از باد ات، سيئه في الايه؟ احنا قلنا جود ات، باد ات، جريت ات، كل دول بيجي بعد منهم فعل مضاف له اي ان جي او اسم طبعا. يبقى هنا تايدنج في طبعا ترتيب هير روم في غرفتها. عندي نمبر 22 اي ام جود بتاخد حرف الجر ات. تيبل تنس في طبعا ايه لعب الايه تنس، تنس طاوله. نمبر 23 اي ام باد بتاخد حرف الجر ات، هاند بول يعني انا سيء في كره ايه اليد، هاند بول كره اليد. نمبر 24 دينا از، طبعا عندي هنا ايه ات كرادي، شي از ذا بيست، تكون الافضل، ما دام تكون الافضل يبقى هي جود على طول. از جود ات يعني هي جيده في الكاراتيه، هي بتكون الافضل، شي از ذا بيست. نمبر 25 حمزه از، طبعا عندي ات فوتبول في كرة القدم، هي كانت بلاي ات، هو لا يمكنه ان يلعبها، مش هيقدر يلعبها، يبقى سيء، يبقى عندي باد على طول، باد ات. بعد كده عندي السؤال عندي طبعا تصحيح، بيقول لي دينا از جود ات، طبعا سبيك هتبقى سبيكينج، نحط الفعل المضاف له اي ان جي واكمل، يبقى جيدة في سبيكينج انجلش في تحدث اللغة الانجليزية. نمبر 2 مام از جود ات، بدل كوك هتبقى كوكينج، نحط الفعل اي ان جي، قلنا ان جود ات، جريت ات، باد ات، بيجي بعد منهم فعل مضاف له اي ان جي او ناون اسم. نمبر 3 مونكيز ار جود بتاخد ات، كلايمينج تريز في طبعا تسلق الاشجار. نمبر 4 اي ام باد ات، انا سيء في الاي، طبعا هنا بلايز هاند بول في كره اليد، يبقى هنا بلاينج في لعب كره اليد، يبقى هنا اي ان جي برضه. نمبر 5 بيقول لي ماي سيستر از جود ات، جيده في الاي، رايتس بومز في طبعا في كتابة القصائد الشعرية، يبقى هنا رايتنج في كتابة القصائد الشعرية. بعد كده عندي احنا كنا طبعا عندي في نمبر 6، هنبقى نخش على نمبر 6 عذرا، يبقى شي از جريت اد، هي بتكون رائعة أو جيدة في الإيه؟ عربيك في اللغة العربية، في قراءة يبقى ريدنج، طبعا نحط الفعل اي ان جي بمعنى عندي القراءة أو في قراءة اللغة العربية. نمبر 7 هي از باد ات، برضه ميك هتبقى ميكن، طبعا نحذف الاي عند اضافه الاي ان جي، يبقى ميك في اخرها ايه هتحذف عند اضافه الاي ان جي، يبقى هنا هو بيكون سيء في صناعه او اعداد الايه الدينر العشاء. سو نمبر 8 اي ام جود ات، انا جيد في الايه ذا بيانو او العزف على البيانو، يبقى بلاينج، بلاي هنا بمعنى يلعب بمعنى يعزف، يبقى هنا اي ام جود ات ايه على البيانو، نعمل بلاينج نحط في الاي ان جي. سؤال نمبر 9 هي از فيري باد، طبعا بتاخد ات، ميكينج كيكس في اعداد او في صناعه الكيك. سؤال نمبر 10 اي ام جريت ات، الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى سيلينج في البحار. بعد كده الترتيب ري اوردر ذا ووردز تو ميك كوريكت سنتنسز، اول حاجه ابدا الاول بالفعل، بعد كده عندي فيرب تو بي ام، اي ام فيري فيري، تجد طبعا عندي هنا الدرجه بعد كده الصفه. I am very good at، أنا جيد في أو أنا جيد جدا في at drawing في الرسم. I am very good at drawing. سؤال نمبر 2 أحمد is، أدي الفاعل أهو، verb to be، good at، بعد كده الفعل مضاف له ing، يبقى أحمد is good at playing، جيد في اللعب، وبعدين نكمل كلمة football، هي في كرة، جيد في لعب كرة القدم. كده السؤال نمبر 3 ادي الفاعل، بعد كده فيرب تو بي، كلمة باد ات، الفعل مضاف له اي ان جي، شي از باد ات، هي بتكون سيئة في ميكينج دينر في اعداد او صناعة العشاء. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يا رب الفيديو نال اعجابكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.